ياسين بونو يفي بوعده، بيكام يعود لنادي الطفولة، واستقبال الناري لتوتنهام في مارسيليا. هذه الأخبار وغيرها نقدمها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. خسارة إشبيليا من رايو فايكانو لم تمنع الحارس المغربي ياسين بونو من الوفاء بوعده لزوجين مغربيين أرسلا له رسالة على إنستغرام طلبوا من خلالها لقاءه. الزوجة كشفت كواليس اللقاء وقالت بأنها راسلت بونو يوم 16 من أكتوبر كون زوجها من محبي حارس إشبيليا. بونو رد على الرسالة وظهر مباشرة بعد المباراة في المكان المتفق عليه في الرسالة، كما قدم لهما قميصا يحمل توقيع. عاد أسطورة منتخب إنجلترا ديفيد بيكام إلى نادي الطفولة ويستوارد بويز شرق لندن، لكن لم يعد وحيدا بل مع كاميرات منصة ديزني لتصوير مسلسل بعنوان أنقذ الفريق. بيكام تحدث في الوثائقي عن بداياته مع الفريق ودور والده تاد مع النادي حينما كان مدربا له. بيكام ظهر متأثرا خلال تصوير المسلسل الوثائقي، كما اصطحب لاعبي الفئة السنية في جولة إلى ملعب ويمبلي. وفي الشمال، منع نادي مانشستر يونايتد مشجعيه من رفع علم الجزار وهو لقب مدافع الفريق ليساندرو مارتينيز. مارتينيز اكتسب هذا اللقب بين مشجعي الفريق بسبب أسلوب دفاعه القوي والشرس، ورغم تألق اللاعب إلا أن إدارة النادي منعت رفع العلم كونه يحرض على العنف. جماهير مارسيليا المعروفة بتعصبها لفريقها استقبلت نادي توتنهام بطريقة خاصة قبل المواجهة الحاسمة للفريقين في دوري أبطال أوروبا. جماهير نادي الجنوب الفرنسي أمضت ليلتها في إطلاق الألعاب النارية بجانب الفندق الذي تقيم فيه بعثة نادي توتنهام، ورغم التستر على مكان إقامة الفريق اللندني إلا أن أحد العاملين بالفندق كشف مكان إقامة الفريق الإنجليزي لمشجعي نادي مارسيليا.